شوط اول رائع وهدفين اروع لمروان محسن يتقدم بهم الاهلي على انبي في الشوط الاول. هنتكلم في الامور الفنيه للشوط الاول مع نجومنا نجوم التحليل النهارده ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكابتن علاء، بيتهيأ لي دي احسن بدايه للنادي الاهلي من بعد الكورونا. من غير ما تهيأ لك، هي دي حقيقه. صحيح. اسمها حقيقه، من غير ما تهيأ دي حقيقه طبعا. لا، بدايه رائعه جدا من النادي الاهلي. هو الشوط الاول بالظبط في فريق واحد في الملعب، مع الاحترام التام لإنبي، إنبي ما وصلش. في فريق واحد بس النادي الاهلي، شكل، تحركات، اداء، في ثقه في النفس، في حاجه في الملعب بتتعمل، تحس الناس كلها بتلعب، عايزه تلعب كوره. صح. مش مضطر، هو عايز يلعب كوره ومبسوط انه بيلعب كوره. حتى النهارده عربي بدر في مكانه الجديد كان بيتكلم على يوسف، لا ما عندوش مشكله وبيلعب وبيأدي. صحيح. مش عشان هو هضم المكان ايمن قد ما هو الناس اللي حواليه كلها مساعده. الشكل العام مساعدك انك تعمل كل حاجه، ما عندكش مشكله، ما فيش ضغط عليك خالص، بتلعب بارتياح كويسه جدا، المساحات موجوده. ومتهيألي الجول اللي جه بدري فرق برضه. طبعا فرق جامد جدا. في حاجه بس النهارده انا شايف الملعب، ما اعرفش كنت شايفها صح ولا غلط، وليد ما بيلعبش زي مجدي، محمد مجدي ما بيلعبش بلاي ميكر. وليد بيلعب تحس جنب مروان او تحت مروان. وبعدين الحاجه اللي عاملها مستر موسيماني من ساعه اول ما بدا، مدي حريه للاطراف، اتحرك زي ما انت عايز. عشان كده دايما ايمن بتلاقي مساحات كتير جدا، ودايما لعيبه النادي الاهلي فاضيه، يعني اجيب استلم فاضي، حسين الشحات بيستلم فاضي، وليد يعني هو مديهم حريه تحرك ثلاثه. مظبوط. والوحيد اللي ثابت شويه مروان. عشان كده لو جبت الجول الثاني مثلا، تحرك حاجه ممتعه. حسين هو اللي عامل الكره لاحمد فتحي. صحيح. حسين هو المفروض بيلعب ناحيه اليمين، هو اللي جه ناحيه الشمال. أيه. هو اللي عامل اللمسه لاحمد فتحي. صح. اجايب بيتحرك براحته. عشان كده دايما اللعيب يمسك الكوره في النادي الاهلي هو ما عندوش مشكله نلاقي واحد فاضي او اثنين كمان. مزبوط. ودي اللي عامله المشكله لعيبه انبي. انبي احنا كنا اتكلمنا عليه ان هو دايما بيحافظ على نص الملعب، بيقفل مساحات كويس قوي، بس هو مش عارف يراقب مين. وخلي بالك احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ويمكن كان معانا كابتن عبد الرحمن وكان اختلف معايا في الموضوع دوت. وجود راس حربه اساسي جوه ال 18 عامل قلق للعيبه انبي النهارده. طبعا وجود راس حربه ماشي، انا معاك يا ايمن، لكن القلق الاكبر دايما الثلاثي تحت راس الحربه. طبعا اللي جاي على جاي دايما على مساحات، جاي شايف الملعب كويس قوي. واللي واضح النهارده ان احمد فتحي بيتقدم كتير جدا. في واحده شاطها قلشت منه وعامل جول حلو قوي. يمكن هو بيتقدم اكتر من عربي بيأدي الحته الدفاعيه. صحيح. وواضح ان ما عندوش رهبه، ودي حاجه تحسب له، مفيش مشكله خالص. لا انا قصدي ان هو دايما كنا بنشوف راسين الحربه بيطلعوا بره 18 كتير قوي. كتير. لا اللي بيرجع واللي بياخد الجنب اليمين مره وياخد الجنب الشمال مره. واضح من كلام مستر موسيماني يا ايمن ان هو خليك راس حربه، خليك في المكان ده، ما تتطرفش. وبعدين وانت تتطرف ليه؟ انت عندك الاطراف ماشي الناس شغاله كويس قوي. بقول لك هو مديهم حريه الثلاثه يا ايمن، ان شاء الله نشوف الشوط الثاني كمان. صح. عندهم حريه حركه مش طبيعي. صح. روح اي مكان مفيش مشكله. صح. هتلاقي دايما مساحه، هتعرف تتحرك كويس قوي. لا شوط انا عاجبني جدا طبعا، شوط رائع للنادي الاهلي. مظبوط. كابتن اسامه، ايه رايك الشوط الاول للنادي الاهلي؟ طبعا شوط جيد جدا، بالذات ال 25 دقيقه الاولى. تقارب في الخطوط حلو قوي، لعب سهل ما فيهوش صعوبه. وخاصه في منطقه وسط الملعب. صح. زي ما علاء قال انه الثلاثه جونيور اجاييه ووليد وحسين الشحات، ما تحسش ان حد فيهم بيلعب على الطرف قوي. أيوة. يعني كتير قوي بنلاقي حسين الشحات في معظم الشوط هو اللي في العمق على فكره. أيوة. يعني هو اللي قايم بدور اللي هي بنقول عليها 10، بيلعب كتير جدا. من العمق. عمل الجون الثاني حلو قوي، وقايم بدور الربط في وسط الملعب. صحيح. بتلاقي وليد احيانا كنا متوقعين ان وليد هو اللي في العمق، بتلاقي وليد ناحيه اليمين كتير وحسين في العمق. احيانا بتلاقي جونيور اجاييه، فزي ما علاء قال انه هو الثلاثه واخدين حريه حركه، بيتبادلوا المراكز. يعني احيانا واحد فيهم بيبقى في العمق، واحد فيهم بيبقى في الطرف، فعاملين سيطره كويسه في وسط الملعب مع اليو ديانج طبعا وحمدي فتحي. الباكين احنا قلنا يمكن احمد والعربي، عربي بحكم انه صغير ولسه اول ماتش ليه مش هيهاجم قوي، كنا متوقعين برضو فتحي هيبقى متحفظ. فتحي الموضوع مفتوح بالنسبه له. مظبوط.
فالنادي الاهلي مسيطر كويس قوي على وسط الملعب. صح. الفرقه انبي ابتدت عكس ما احنا متوقعين. أيوه. ابتدوا من ضغط بدري قوي لسه الملعب اتفتح بالنسبه له. وخلي بالك دي مشكله في ايه بقى؟ لما انت بتلعب باسلوب معين كتير يعني بتلعب انت متحفظ 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 وبتلعب على هجمات مرتده، لما تيجي بتغير مره واحده تحس الخطوط مفتوحه في خلل الفتوح الخطوط متباعده يعني. مزبوط مزبوط. فدي عامله مشكله شويه الانبي. انا شايف انه انبي الحاله العامه بتاعتهم معظمهم كره حسين الشحات. لا ده جون عمل حلو قوي، ده جون من احلى الاجوان اللي الواحد شافها صراحه للنادي الاهلي السنه دي. مظبوط. حسين عملها حلو قوي، وبعدين فتحي بص كويس قوي، مروان كمان عملها حلو قوي، تفويته حلوه قوي، وبعدين ركنه بهدوء. مظبوط. فانبي ما تحسش انه عنده انياب خالص. يمكن الوحيد اللي بيحاول كريم فؤاد شويه، الباك الشمال بيحاول تحس انه ما عنده، واللي هو اليو ده في نص الملعب. لكن الباقي يعني احمد علي ما فيش مسانده ليه خالص. قعود احنا كنا متوقعين ان هو في الجنب اليمين، بيلعب في الجنب الشمال تحس انه مش موجود. يعني قعود بيبقى اوضح لما بيلعب في الجنب اليمين او راس حرب. تحس انه تايه. الوسط الملعب اللي هو عبد الرحمن عامر ورزق وحميد ماو مش عارف، مش مسيطرين على على وسط الملعب كويس. الاهلي هو اللي واخد. صحيح. فالنادي الاهلي طبعا ادى شوط جيد وهدفين حلوين يعني. كابتن محمد شفنا كمان النهارده الضغط بيتعمل كويس قوي، استخلاص الكره بمجرد ما بتتقطع. النادي الاهلي بيعمل ضغط عالي في نص ملعب الخصم، في نص ملعب انبي، واستخلص الكره بسرعه. وبعدين التحركات النهارده اللي شفناها كمان بكره وبدون كره زي ما قال الكابتن علاء. مظبوط. يعني هو من المباراه اللي فاتت كمان. بالظبط. المباراه اللي فاتت بدا يبان في معدلات ضغط احسن من كتير قوي لما الفتره الاخيره بتاعت مستر فايلر. وجزء من الضغط ده بياخدوه يعني اللعيب، بيحسوا من المدرب. ايوه. بيحسوا من انطباعات المدرب. من دخله المدرب في المباراه والكلام ده كله، دي بتفرق. بالاضافه طبعا للتدريب، جانب التدريب مهم جدا. الضغط في لتاني مباراه فعلا في تغيير كبير جدا. والحاجه كمان المميزه حته الاستحواذ، انا شايف ان فيها تطور لتاني ماتش على التوالي بشكل احسن. دخول المباراه النهارده النادي الاهلي يمكن اول هدفين احرزهم كان في الدقيقه يعني كان لغايه 18 دقيقه الاول يعني في الدقيقه يعني 18 دقيقه كان كسبان 2-0. فدي تديك مؤشر ان دخلت النادي الاهلي استعداده. دي كوره ايمن اشرف. استعداده مروان عملها حلو قوي. تحرك طبعا مروان عمل فينت لتحت وراح طالع، وفي نفس الوقت كمان ايمن حطها له. ايمن حطها حلو قوي، حطها له بشكل مميز. صحيح. لان هنا دفاع امبي يا كابتن ايمن لاعب مدافع عالي قوي. فسايب وراه مساحه طويله فتحطت. النقطه بس انا عايز اكملها هي حته تجهيز ما قبل المباراه. دايما لما بتلاقي النادي الاهلي داخل المباراه بقوه من الاول، دي معناها ان متجهز في اوضه اللبس بشكل كويس جدا. انا بصراحه مفاجاه ليا ان احمد فتحي في حته الباك ليفت. لا يعني صحيح. يعني كمل، صنع هدف جميل جدا بشماله يدل انه عنده صحيح. خبرات عاليه جدا، وفي نفس الوقت ما عنده يعني الموضوع سهل زي الباك رايت باك ليفت، يمكن الاوفرات بس، لكن في نفس الوقت مميز جدا على طول، مندفع في المساحات اللي هي خلف جونيور، لان جونيور ما عندوش مركزيه هو حسين شحات، بس هو مندفع على طول في المساحات الخاليه اللي سايبها علي فوزي. علي عربي شغال كويس. نعم ما فيش كثافه هجوميه قوي، لكن بيلعب بثقه عاليه يعني. كابتن عادل، كابتن حلمي طمع في الماتش من بدري قوي، ولما الجول جه كمان بدري بتاع مروان محسن فتح الجيم بطريقه غريبه جدا. لا هو المباراه كابتن حلمي بدا المباراه بطبيعه غير طبيعه الفريق امبي، وبدا يعني فريق امبي فيها مشكله في خط الظهر، في الحاجات اللي في ظهر المدافعين، وده شفناه في الهدف الاول. ولما بتيجي تلعب ضغط بتعمل ضغط عالي، كابتن حلمي بدا ضغط عالي، بقى في مساحات في خط الظهر، فبالتالي انت الديفول اللي عندك ما عرفتش تغطيه بشكل كويس. اللي كنت بتدريب الماتشات اللي فاتت كلها، فدي كان مختلف شويه عن الفترات اللي فاتت، وده ساعد النادي الاهلي شويه ان هو يشتغل في الحته دي. حاجات من الحاجات المميزه على المباراه الثانيه على التوالي، استحواذ جيد، الضغط، استخلاص الكره بسرعه. في نقطه النهارده مهمه جدا باينه، الكرات الثابته الهجوميه فيها شغل، الكرات الثابته الدفاعيه التمركز مختلف عن الماتشات اللي قبل كده. فلا في شغل كويس، اعتقد في يعني بصمات موسيماني بدات لحد ما بشكل كبير بدات واحده واحده بتظهر يعني. الحمد لله رب العالمين. عموما هنروح لفاصل ونواصل حديثنا بعد نهايه المباراه مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا.